السلام عليكم مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين قناه مغارب نيوز، مره اخرى مرحبا بكم معنا في بث مباشر اخر دائما من مدينه الدار البيضاء. اولا نعتذر عن هذه الصوره، ربما قد يتبادر للاذهان في أول الفيديو بأننا داخل سوريا الشقيقة أو في العراق أو في ليبيا أو أحد الدول العربية أو العالمية التي فيها الحرب، لكن للأسف الشديد نحن نتواجد بمدينة الدار البيضاء. ف قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع، أتمنى قبل أن يلتحق بنا المزيد من الإخوان للمشاهدة، أتمنى أن تبقوا مع هذه الصور. هذه الصور لا أقول مخجلة، لكن صور بطبيعة الحال تبعت على التشاؤم. لاحظوا نحن هنا لسنا في كما قلت في أحد الدول العربية التي توجد بها حروب، نحن هنا بمدينة الدار البيضاء. شاهدوا معنا، شاهدوا هذا الحطام هو نتيجة حريق شب في هذا البيت فقلبه رأسا على عقب. لاحظوا معنا، إذا جميع ممتلكات هذه الأسرة دمرت عن كاملها. لاحظوا بقايا بعض الأواني البلاستيكية، لاحظوا معنا، لاحظوا فرن كهربائي كذلك، هذا جزء من صحن، لاحظوا يعني نتيجة الحريق، لاحظوا الأبواب، لاحظوا الأبواب. المعذرة لأنني أحاول، لاحظوا سبحان الله آية قرآنية لم تحترق. لاحظوا هذه صورة لآية قرآنية لم تحترق. لاحظوا يعني قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع وقبل أن نتحدث مع المتضررين، نترككم هذه الصور. يعني نعتذر عن بشاعة الصورة لكن هذه الحقيقة. السلام عليكم، معنا المتضررين الأخ عبد الكريم والأب ديالو اللي هما أصحاب هذا المنزل الذي احترق بالضبط في شهر يناير وبالضبط يوم 18 كما تتبع الجميع ربما عبر منابر أخرى أو عبر منبر قناة مغرب نيوز. نقلنا لكم الحدث مباشرة كذلك. منذ ذلك التاريخ نتحدث الآن عن قرابة الشهر، تتحدث هذه العائلة على أنها لحد الآن لم تتلقى أي جواب، دائما الأبواب موصدة. هذا ما سنسمعه على لسان الابن عبد الكريم وكذلك الأب. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. تواصلتوا معنا، درتوا النداء، تواصلتوا معنا على أنكم متضررين ربما من هذا الحريق. غير باش تذكر الناس المشاهدين اللي متبعين معنا، اشنو وقع؟ اشنو وقع هنا؟ خويا اش وقع؟ وقع دخل الموتى بوطه من حجم صغير، شد الحريق هنا بزاف، انفجرات كما كتشوف هنا وكيشوف المشاهدين الكرام بان هنا تشوف انفجر هنا، السقف طاح ديال الدار، كلشي ضاع لينا، حوايجنا هما تحرقوا، رزقنا مشى، كلشي مشى، حنا مشردين هنا في الزنقه، المسؤولين ما داروا معنا حتى شي حل. كنمشيو عند الوكاله كيقول لنا تسناو تجي اللجنه تجي هذه، مشينا عند سعاده القيد ديال الدائره ما دار معنا حتى شي حل. وحنا دابا حنا كنشوفوا حنا كنتشردوا في الزناقين، كنعسوا مره هنا كنطلعوا ما عندنا فين غنمشيو. يعني سمعنا بانكم كتباتوا غير في الزنقه؟ في الزنقه والله الا كنباتوا في الزنقه بالله. يعني 25 يوم ما يزيد عليها انتم كتنعسوا في الزنقه؟ كنعسوا في الزنقه ياك الحاج. عطيني الحاج. لو كان طلع النعش
حنا في كتنعس الحاج دابا؟ كنعس هنا في البيت. كتنعس في هذه المنطقة هذه؟ الله أكبر الله أكبر. دير لي الضو تما الله يرضي عليك. شوفوا في كينعس، شوفوا السادة المشاهدين، شوفوا هذا السيد رجل مسن كما كتلاحظوا، لاحظوا هنا هنا في كيبات وسط هذا الحريق. ما عندوش فين يمشي. دير لي غنمشي. يعني وسط هذا الحريق هذا السيد كي يعني معرض للخطر، معرض للخطر، حيت حتى السقف راه كنشوفوا فيه السقف يعني وائل السقوط. دخل دخل راه شفتوا الحاجه، انا كنشوفوا فيها الحاجه. راه شفتوها هو الحاجه، انت راه المشاهدين كيشوفوها. شوفوا حتى حاجه ما بقاش عندنا والو. الحياه المدنيه الى كاغد جوال الى حتى حاجه كلشي تحرق الحاج. كلشي تحرق. ها انت كتشوف ما نحلاش انا. انا وكلشي مشى. الثلاجه كلشي تحرق. الفلوس تحرقوا لينا. اشنو قالوا لك الحاج دابا ملي كتمشي عندهم شنو كيقولوا لك الحاج؟ قالوا لك سير تسنى بلاتي. سير تسنى بلاتي. بلاتي فين انت غنبيع؟ كتمشي للوكاله الحضاريه حيت هي اللي معنيه. اي كنمشي للوكاله كتقول لك بلاتي باقي تيجيو اللجنه. وهذا الشيء راه خص هذا النداء خصكم توجهوه للسيد العامل ديال الوكاله الحضاريه. هو اللي خصو يعرف هذا الشيء بانه راه كاين. ما عندنا باش كريو، ما عندنا باش ثاني ايام. ها حوايجي هما هذو. باش ها. هاتلك وعطاو ليا الناس. يعني حتى الحوايج ديالك الحاج ما تحرقوا. قول الحاجه خرجنا ها الشيء اللي عطا الله. ها الشيء اللي عطا الله هذا اللي كنعسو. لا كان شي حاجه هاي شوف دخل شوف. واش تواصلتوا مع السيد العام ديال الوكاله الحضاريه؟ تواصلتوا معاه؟ لا سيدي. ما تواصلتوش معاه؟ لا. حيت اكيد انه ما فرصوش هذا الشيء هذا. اكيد عبد الكريم خويا انت اللي غادي توضح لنا اكثر. ما تواصلتوش مع السيد العام ديال الوكاله؟ حنا كنمشيو للوكاله اللي هنا كاينه هنا لتحت. كنمشيو عندهم كنسولوهم كنقول لهم امطار اش درتوا معنا؟ كيقول لنا تسناو حتى تجي اللجنه. وهاد اللجنه ما عرفتش شحال من مره مشيتوا؟ شحال من مره مشيتوا؟ مشينا شي اربع مرات. كتمشي وكيقول لك حتى تجي اللجنه. حتى تجي اللجنه. وحنا ما فهمناش هاد الشيء. وهاد اللجنه واش لا واش جمعتوا الدوسي ديالكم؟ الدوسي مجموع كاين. كاين الدوسي ديالنا مجموع. كنمشيو عندهم كيقول لنا باقي ما جاتش اللجنه. وعلاش في نظركم هاد التماطل هذا زعما؟ علاش في نظركم؟ ربما عرفت ما عنديش شي فكره، ما نقدرش نقول لك شنو كاين. هذا هو التساؤل اللي باغي تطرحوه انتوما دابا. سولوا بغينا نسولوا القايد. كنمشيو عندهم ما كنلقاوش مره كنمشيو نسولوا. ما كنلقاوش القايد ما كنلقاوش. عمر غنهضر معاك حتى عمر كتهضر معاك كتمشي للوكال كتلقى واحد كيستقبلونا كيقول خويا باقي ما جاتش اللجنه كنرجعوا فحال. هادشي اللي كاين. اذا دابا اللي بغي باش المشاهدين يفهموا دابا هاد الديور هو بطبيعه الحال هنا غير المشاهد باش يفهم شنو واقع هنا بمدينه قديمه. هذا مشروع ملكي داخل في اطار هي المدينه القديمه ياك. واش بغيت نعرف دابا الحريق واش امتى وقع؟ واش وقع قبل ما تدفعوا الدوسي ديالكم ديال الاستفاده اولا من وراه؟ هذا اللي بغيت نعرفه. قبل من الدوسي كاين، قبل ديجا كاين. دابا الدوسي نتوما ديال الاستفاده ياك. تاع حرقنا حتى كملنا شي 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 شهرة تحرقنا. حتى قال لك جيب هادي وجيب هادي زعناها اليوم من تما ما سيناش لنا حتى واحد. لا شحال داز ديال الوقت الحاج؟ شحال داز ديال الوقت باش دفعتوا الملف ديالكم نتوما قبل ما يجي الحريق؟ الاول شحال شحال عامين 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 وما توصلتش حتى شي جواب. توصلت حتى حاجة. ياك الحاج شحال باش دافعين نتوما دابا عامين هادي؟ عامين. واخا من وراء ملي جا الحريق قول لي انت اخويا عبد الكريم. وي. ملي جا الحريق. ياك. وجاو مسؤولين، تواصلوا معكم مسؤولين بطبيعة الحال. تواصلوا معكم مسؤولين. تواصلوا معكم مسؤولين. اشنو قالوا لكم؟ وقال لنا دابا غادي واحد 15 يوم غندير لكم قرعة. 15 يوم غندير لكم قرعة. الخميس الاول والخميس الاخر. قلنا الخميس الاول والخميس الاخر ندير لكم قرعة. ماشي ني ماشي دابا حد الان باقي ما كاين لا قرعه ما كاين لا تمشيو كنمشيو عندهم كيقولوا اللجنه باقي ما كايناش كنرجعوا فحالنا بالضبط. واش الخميس اللي قالوا لكم واش فات؟ فات دابا راه فات 25 يوم دابا. هذه فاش كان الحريق قالوا لكم الخميس الاول والخميس الاخر. قال لكم غتكون القرعه. تكون القرعه. خدنا كنا كنخرجوا برا حنا كنا خرجنا برا. وكان درنا غوتو. كاين هو زقانا قال لك هذا الخميس هذا الخميس الاول والخميس غنعطيكم القرعه ومنكم رؤوسكم. كيفاش هذه منكم رؤوسكم كيفاش؟ غنعطيكم منكم رؤوسكم. دابا ما كاينش البنكه ما كتبقاش تسلف. البنكه ما كتبقاش تسلف. ما بقاش كدير قروض. انا ما عنديش. وندرس السيد ما عندوش الاب ديالي ما عندوش. ما عنديش انا. هذا هو المشكل. دابا ابغي نعرف هاد الخسائر الماديه، الخسائر الماديه شنو داروا معكم في هاد الخسائر؟ ما كنت عايز شي جماعه شنا كنت ما شناهم هما.
عوضنا الله ما واش نتوما المنزل واحد المتضرر ولا كاين شي ناس تضرر؟ كاين هذا فوق هنا كاين فوق حنا كنا في الوسط هنا اه والمنزل فوق حتى هو مضرر راه فوق اجا مضرر وليا حتى هو مضرر ما كاين شي غير انت هما داعي كلشي تشرد دابا الناس كاع العائلات تشردوا هنا بحال شي قنبله جات الطياره نزلت عينا واخا اشنو كتطلبوا اخويا عبد الكريم نتوما دابا شنو كتطلبوا؟ كنطلبوا شنو نطلبوا من الناس المسؤولين يديروا معنا شي حل نطلبوا بشي سكن وهادشي اللي كاين ونقول لك اللي كاين الصراحه دابا نتوما كتوجهوا رساله ديالكم السيد العامل ديال الوكاله الحضاريه السيد العامل ديال الوكاله الحضاريه هو يدير معنا شي حل اه والله حنا راه دابا مشردين في الزناقي دابا حنا مره كنطلعوا نعسوا هنايا ونقول لك الصراحه اللي كاين راه ما نخبي عليك حتى حاجه اشوف المنطقه فين كنعسوا فين غنمشي ما عندناش فين غنمشي يعني انتم مضطرين كتباتوا هنا مضطر فين غتمشي ما عندكش فين غتمشي وعارف بان راه الا صبات الشتا تعود عندكم ديريكت وكذلك انتم معرضين للخطر معرضين للخطر 100% معرضين للخطر لا الموت حسين لا ما عندكش فين غتمشي فين غتمشي لا ما الموت لا غتمشي رزقك مشى حوايجك مشاو اللبس هذا اللبس ولي عندنا هادشي كلشي هذا اللي لابسين انا والاب ديالي ما بدلتهاش دابا 25 يوم وانا لابس هذا اللبس بحالك اللي جا شوف هنا هذه الحاله كلها ما دار معنا حتى شي حاجه المسؤولين كيتمنصوا والله ما فهمتش انا هادشي انا ما فهمتش قال المسؤولين كيتمنصوا من هادشي كتمشي عندهم كيقول لك السيد وحنا مضرين خصنا حنا الاولين يعطي يسبقونا حنا الاولين تواصلوا معكم شي ناس من المقاطعه المقاطعه الجماعيه تواصلوا معكم شي ناس ما تواصل معنا حتى شي حد ما جا عندنا حتى حاجه نهار واحد اللي جاو نهار وقع الحريق جاو صافي جاو قال لك واخا واخا تنكون ندير لكم قرعه كنديروا لكم هادي صافي الشيني ما شتك حد الان ما جا حتى شي واحد احنا مضرين بزاف حتى واحد ما جا عندنا حتى واحد ما جا 25 يوم دابا ما جا عندنا حتى شي واحد خاص المسؤولين يتحركوا انا الاب ديالي كبير في السن كاين اسئلة راه انا مهدد انا خاطر هنا كنا حبسنا في الزرقاء وحبسنا كون يجيو معايا تاويل احنا حبسنا في النهار الاول بسيف يضحك علينا بقى يقول لك انا غنعطيكم القرعه الاب في هذا السن كاين اسئلة راه مهدد انا فين غادي يمشي هذا الراجل هذا ورزقه مشى كلشي مشى ضاع عليه كلشي ضاع عندنا كلشي عبد الله انت شوف كلشي شوف مشات فلوس مشات الحياه هذه بعدا هذا شي الطرف ديال الحجره هذا شي هذا هذا الطرف هذا اللي لاصق دابا راه حتى البلاصه اللي واقف فيها الاب ديالك حاول تحيدو من تما الله يجزيك بخير حاول تحيدو من تما الله يرضي عليك حيت راه صراحه راه شي راه خطر هذا الشيء هذا اجي الحاج حدانا هنا الله يجزيك بخير حيت هذاك الطرف بعدا مهدد اه يعني لاحظوا معنا مشاهدينا الاوفياء لاحظوا يعني هذا السقف يعني كله انت كما كتلاحظوا معنا هنا راه باقي شادينه غير شي حديدات اللي باقي شادينه ولكن هذا شوف هنا راه الاب ديالك واش عارف ان الاب ديالك راه معرض للخطر معرض للخطر ولكن ما عندوش فين يمشي ما عندوش بديل فين غادي يمشي فين غيمشي فين غيمشي ما عندوش فين غادي يمشي لا ولكن اسمعني دابا حنا كنتكلموا على حياه بشريه دابا اسمعني دابا حياه ديال الاب ديالك هي في خطر هو في خطر اذا شي 100 انه ينعس في الزنقه وما ينعسش في فهمتيني اخويا فهمتك 100 ينعس في الزنقه ولا ينعس ياك ولا ينعس هنا معرض للخطر راه لا قدر الله شي نهار تسمع مات كاينه حيت علاش دابا تصور دابا تخيل دابا غير هو ديز وسقط عليه الطرف هذا ديال الحجره هذه ها هو لاحظ دابا الطرف ديال هذه الحجره هذه اي لحظه ياك متفق معايا دابا تخيل هذا الا سقط على الاب ديالك دابا راه يتوفى في الحين اذا راه معرض للخطر هذا معرض للخطر ولكن المسؤولين كيما دار معنا حتى شي حل فين غادي يمشيو حنا ما عرفناش فين غادي يمشيو فين غادي يمشيو حنا ما بقى عندنا لا سكن لا ملابس لا فلوس لا حتى شي حاجه حنا لاجئين حنا كاع في هذا المغرب كيقولوا لاجئين في سوريا حنا ولينا لاجئين هنا في المغرب بقينا والو مشردين فين غادي نمشيو غير للتذكير مشاهدينا الاوفياء كيتسائلوا اشنو واقع حنا الان كيف ما قلنا نعاودوا نقولوا نعاودوا نذكروا المشاهدين الاوفياء حنا ماشي في سوريا في احد المدن السوريه ماشي في العراق ماشي في ليبيا ماشي في اليمن ماشي لا حنا في مدينه الدار البيضاء في هذا المنزل اللي كان وقع فيه واحد الحريق في شهر يناير من سنه 2022 يعني هذه السنة اللي جارية اللي حنا فيها كان وقع حريق هذا الحريق اللي خلف هذه الخسائر المادية اللي كتشوفوا معنا لاحظوا راه حتى الطابق الفوقاني غنحاول نقرب لكم الصورة
انتم لاحظوا هذا الطابق العلوي ها هو كاين واحد هاد كتلاحظوا معنا هذا راه الطرف ديال السداري كنعتذر هذا راه الطرف ديال السداري مشاهدينا اوفياء يعني هاد الحريق اللي اتى على كل بيت البيت كله ولكن الاسره كتقول بانه ما عندهاش فين تجلس وبان تواصلوا معهم الناس ديال الوكاله الحضريه ودائما كيقولوا لهم تسناو تجي اللجنه يعني هذه مده 25 يوم هما كيقولوا لهم تسناو تجي اللجنه ولكن هاد الناس الان كيعيشوا التشرد بكل ما تحمل الكلمه من معنى ياك اخويا عبد الكريم كاين كنتشردوا دابا حنا فين كنمشيو كنطيح الليل مره كنعسوا هنا مره كنعسوا في هذا البيت ما عندناش فين غادي نمشيو يعني هاد الناس راه معرضين للخطر شي اللي كاين راه هو هذا راه ما مشردين دابا حنا يمكن حتى شي حاجه ما المسؤولين ما كيديروا معنا حتى شي حل ما عرفناش حنا فين نمشيو حنا دابا داخت بين الدنيا ما عرفناش فين غنمشيو وخصنا هو شنو الطلب ديالكم والنداء ديالكم الاخير خويا الطلب اخويا هو ديروا معنا شي حل وعطونا شي سكن فينا نستروا مع هذا الراجل انت الاب ديالي الكبير في العمر انت غادي نعس هذا في الزنقه اه هو الراجل انت شوف عطوني سكن ولا ما عندي باش نخلص والو شوف ريال ما بقاش كلشي فلوسي تحرقوا وكلشي كلشي تحرقت لي شحال من الحوايج هنايا ما عرفت ما بقاو حتى حاجه ما بقات ما بقاش شوف كلشي مشى راه مشات عاد ختها إذن صراحة كلمة الأخيرة ديالك هي عبد الكريم خويا هذه الكلمة الأخيرة ديالي طلبوا من المسؤولين يديروا معنا شي حل وهادشي اللي كنطلب أنا هو هذا مرحبا الله يحفظك مرحبا إذن مشاهدينا الأوفياء مشاهدين قناة مغارب نيوز تابعتوا معنا مباشرة من هذا المنزل اللي شب فيه واحد الحريق كما قلنا في شهر يناير بالضبط يوم 18 الآن هاد الناس كيعيشوا التشرد توجهوا للوكاله الحضريه يعني اربعه ديال المرات او اكثر كما جاء على اللسان ديالهم فكيقول لهم بانه حتى تخرج اللجنه ولكن هما هاد كلمه حتى تخرج اللجنه هما كيعانيوا التشرد والحرمان لاحظوا حتى الاب مسكين راه راجل مسن وانا كنلاحظ بانه السيد ما قادرش حتى يوقف يعني فيه الرعده اسمح لي الحاج باش ندوز عرف شواك الحاج عرف شواك اذا من هنا من هذا المنبر حاول تخرجوا سميتك الله يرضيك هذاك راه خطر على هذا الشيء الله يرضي عليك اذا مشاهدينا الاوفياء مشاهدين قناه مغارب نيوز لكل بدايه نهايه دائما كما اقول والى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر واكيد سنواكب هذا الملف ملف هذه الاسره اللي البيت ديالها تدمر بكامله إذن على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر كان معكم مراسل قناة مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم وكنتمناو صادقين كل قلب ديالنا أننا نرجعوا عند هذه العائلة هذه ولقاو الحال تبدل إلى ما هو أحسن دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في بث مباشر آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته